اكيد احنا عملنا ساعات كويسه جدا البطوله، لعبنا ماتشات وديه كويسه جدا، اللي هي تحضرنا ان احنا متجمعين في البطوله كويس، شايفين ان احنا مستعدين للبطوله، خصوصا ان البطوله بدأت تدريجيا، ان شاء الله نحاول نمشي الريتم في ماتشات المجموعه، وفي نفس الوقت نحاول طبعا لازم نكسب ان شاء الله، ونحاول الناس كلها تبقى في التوب فورم بتاعتها، خصوصا ان كان في اصابات ودلوقتي الحمد لله بقت الناس ترجع تاني، فان شاء الله تبقى الدنيا احسن واحسن في الفتره الجايه يعني. اكيد طبعا احنا بالنسبه لنا الموضوع مهم جدا، خصوصا انت على ارضك، الناس اللي هتيجي تبقى عامل مهم جدا بالنسبه لنا، عامل قوي جدا، والناس اللي فاكره ان البطوله سهله، هي مش سهله خالص، احنا البطوله دي مؤهله للاولمبياد، يعني ما فيهاش اي نوع من انواع اللي احنا ممكن نغلط او نخسر ماتش، لا قدر الله يبقى الموضوع صعب جدا علينا، فاكيد محتاجين دعمهم وان شاء الله مستنينهم، وزي البطوله اللي فاتت احنا لعبنا من سنتين بالظبط بطوله افريقيا، وكان الجماهير كلها موجوده، وكان بصراحه حاجه يعني مشرفه جدا لينا، وحاجه اللي احنا رجعناهم مبسوطين، ان شاء الله السنه دي البطوله دي يبقى الناس موجوده وتدعمنا، واحنا اكيد مستنيينهم لان هم اللي هيعملوا معانا فرق كبير يعني. عملنا استعداد كويس، كان عندنا معسكر بطوله وديه في الدنمارك، لعبنا فيها ثلاث فرق تقال، اعتقد استفدنا كتير وقدرنا نعرف احنا مستوانا فين بالظبط، وطبعا طموحاتنا بطوله افريقيا ما عندناش غير حاجه واحده بس في دماغنا، ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله ونتاهل لاولمبياد فرنسا. بتمنى طبعا الجماهير تدعمنا والجماهير تملى صاله الاستاد، احنا اخذنا الموافقه ان الصاله تكون مليانه باكمل ساعه، ونتمنى طبعا وجود الجمهور، لان يعني الجمهور دايما بيساندنا، وطبعا في بطوله افريقيا بالذات بيبقى مش كلها هاندبول بس، بيبقى فيه برده يعني ما بيبقى فيه اكتر من تاكتيك، بيبقى فيه برده شغل حماس، شغل الفرق كلها نازله عايزه تموت في بعضيها، فبنتمنى الجمهور يكون موجود ومالي الصاله، وده اللي هيقدر يساعدنا ويزقنا ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. اكيد احنا بنستعد بقالنا فتره مع الجهاز الجديد من اول شهر 4 اللي فات، مرينا بكذا مرحله، اول مرحله شهر 4 وبعدين شهر 10 الاسبوع الدولي، وبعدين جمعنا اللي هو التجميع النهائي يعني في شهر 12، كان عندنا لعبنا كذا ماتشات، ماتش مع السعوديه، وسافرنا لعبنا الجولد ليج مع الدنمارك والنرويج وهولندا، يعني انا شايف الاستعداد كويس. رجعنا كان عندنا ماتش مع الكونغو عشان نخش في الاجواء الماتشات الافريقيه، يعني شايف ماشيين بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا. اكيد طموحنا ان احنا نكسب طبعا البطوله على ارضنا، احنا كسبنا اخر بطولتين 2020 و2022، فالناس مصنفانا دلوقتي عالميا مش افريقيا، بس في نفس الوقت البطوله مش سهله. بتمنى ان احنا يبقى في توفيق في المباريات كلها، خصوصا ماتش اكيد تونس، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب بطوله مهمه جدا على ارضنا ومؤهله للاولمبياد ان شاء الله. بصراحه من ساعه ما جينا والاستعداد كله يعني داخل في مود البطوله، من ساعه ما سافرنا الدنمارك لعبنا الماتشات في الجولدن ليج، الاداء كان كويس، حققنا نتائج كويسه، وحصل كيمستري، احنا دلوقتي عشان عدد اللعيبه المحترفه زاد، ف لما بنرجع محتاجين وقت عشان ناخد على بعض ونظبط حاجات، الموضوع مش بيبقى سهل زي الاول، بس تمام ظبطنا كل ده، ومن ساعه ما دخلنا المعسكر بتاع مصر خلاص برضو قافلين على نفسنا ومركزين وعارفين البطوله كده كده مش سهله، عمر هو في الاخر ماتش هيبقى صعب جدا قدام تونس، ويعني الرياضه ما فيهاش كبير، فلازم ننزل كل ماتش حتى ماتشات المجموعه ونلعب 100% عشان ما يحصلش اي اصابات او ما يحصلش اي نتائج ملهاش لازمة.